في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وفي هذه الصورة الشبان يحاولون تفكيك هذه المركبة التي يعني قاموا بسحبها إلى مخيم جباليا وشمال قطاع غزة، حيث في هذه الصورة يعمل هؤلاء الشبان على تفكيك هذه المركبة التي تم سحبها إلى وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكما نشاهد هذه المركبة وهذه النيران التي اندلعت في هذه المركبة تم سحبها من منطقة شمال قطاع غزة. ما زالت المواجهات وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظات، وما زالت تسمع دول الانفجارات الناتجة عن القصف الإسرائيلي لبعض المواقع. كما نشاهد في الصورة هنا الشارع الفلسطيني، وتحديدا الشارع هنا يرقب وينتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة واللحظات القادمة، رغم يعني حالة يعني الحياة هنا طبيعية ورغم حالة الخوف أيضا المصاحبة لهؤلاء الشبان وللعائلات وللأسر في قطاع غزة، إلا أنهم لا زالوا يمارسون عمليات تفكيك المركبات وبعض المعدات التي تم جلبها ونقلها من الشريط الفاصل شمال قطاع غزة حتى وسط مخيم جباليا. كما نشاهد هنا هذه المركبة التي تم جرها إلى وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما نشاهد في الصورة هنا الحياة هنا رغم حالة الانفجارات ورغم القصف ورغم أصوات الانفجارات، إلا أن كما نشاهد هذه المركبة